بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم أيها المشاهدون والمشاهدات، المستمعون والمستمعات. وفي لقائنا هذا نحكي عن امرأة عجوز كانت لها ولد، وكانت لديها تملك عجلا ربطته في حظيرته وهي تطعمه وتعلفه، والرجل الولد هذا لا بأس، من الصالحين يعني، يتردد إلى المسجد. فيوم ما رجع من بعد صلاة الفجر فوجد سيارة فيها أجانب يحملون عجلا، هذا العجل مستعصي عليهم، هم ثلاثة لم يستطيعوا أن يركبوه، الناقلة أو الحافلة أو السيارة. فجاء هذا الولد وقال أنه ساعدهم، فأخذ بلجام العجل فقاده إلى السيارة وأركبه السيارة، فركب العجل بكل يسر وسهولة وأغلق عليه الباب، وأخذ أولئك الناس طبعا عجلهم وذهبوا. وجاء إلى البيت هذا الولد، ثم الأم ذهبت لتعلف العجل مرة أخرى ولم تجد العجل، فقالت لولدها العجل سرق. فقال العجل سرق؟ قالت له نعم. قالها وأنا ما عندي خبر، سيارة ورا بيتنا تحمل العجل والعجل ما باغي يركب. يقول جيت أنا وخذيته بسرعة، يقول شوي خذيته من خطام وكذا وركبته. قالت له يا خسف، هذاك هو العجل عرفك وانت ما عرفته، شوف العجل عرفك وانقاد لك وانت ما عرفته، مو اذا ضيعت العجل تم تنازعه وتهده. وبالتالي ينبغي الإنسان أن يتعرف على ما في بيته من ثروات حيوانية أو أشياء في بيته، حتى إذا رآها عند آخرين يستطيع أن يعرف إن هذه حاجاته وأملاكه. تنبهوا، اليوم اللصوص كثير، كانوا يسرقوا العجل، يسرقوا خزائن البنوك ملايين مليارات. لصوص أول مساكين يسرق دقاقة وتسوي صوت يخنقها عشان ما يسوي صوت. اليوم إيش؟ اليوم يصنعوا المفتاح الذي يفتحون به البنك وخزنة البنك ويأخذون كله، والأشياء الإلكترونية الآن بالأشياء الإلكترونية يسرقون مليارات. احذروا احذروا، في هذا الزمان تطورت الأشياء، وبعض الناس سخروها لمهنهم من مخدرات ومن سرقات. فنسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم، حفظنا الله من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.